هبدا باول حاجه الرز اللي هو البرام الرز يتعمل ازاي. وانا بهديه لكل المبتدئين في المطبخ. في اكلات لما اجي اقرب منها بخاف بصراحه، اللي بتعملها امهاتنا مهما اعمل منها مش هيجي الطعم زي طعم امهاتنا، اللي هو برام الرز المعمر او الرز المدسوس اللي احنا عارفينه في الريف المصري والصعيد المصري. مقاديره على الشاشه: رز مغسول مصري ومنقوح في حليب، طريقه سهله كده عشان ما ياخدش وقت كتير من السوى. ومعانا قشطه وسمنه بلدي، حلو الكلام، قشطه وسمنه بلدي، والحليب هيتغلي على النار. المقادير هي بسيطه وفي متناول الجميع. كوبايتين من الرز حسب عدد افراد الاسره، غسلناهم مره اتنين تلاته، وبعد ما نغسل الرز ما نسيبوش في الميه بتاعته. ومعانا سمنه بلدي ومعانا قشطه وحليب وشويه ملح، مش هنحط فلفل اسود لان هنا ما فيهوش لا حمام ولا فيه لحمه ضاني. هنعمله ازاي؟ الفكره اللي انا عايز اعملها ان الرز لما تغسليه تحطيه في شويه الحليب دول كده، فبتلاقي حبات الرز محضره نفسها للبرام. حلو الكلام؟ اهو نشوفه مع بعض كده. ده الرز اهو محطوط في حليب، والحليب ده نحط عليه شويه ملح صغيرين كده، وما تنسيش انك حاطه ملح علشان ما تحطيش ملح تاني. شويه الرز دول زي الفل، تلاقيهم شربوا شويه الحليب والحبات الرز نفشه كده ومستعده ان هي تخش الفرن. كده انا وفرت وقت كبير، وفي نفس الوقت كمان حبات الرز ما اتكسرتش معايا. هعمل ايه؟ هغلي الحليب. معانا حليب هنا زي الفل، والحليب يكون طازه. اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. ونحط عليهم شويه ملح صغيرين، قلنا فلفل اسود مش هنحط، لو هتحطيه مثلا مع حمام هتحطي لحمه هتحطي كبد كلاوي، تحطي شويه الفلفل الاسود. وهنحط يا عم الشيف معلقتين من السمنه البلدي. حلو الكلام. تغلي مع الحليب كده بتديله ايه؟ شخصيه. قلت لحضراتكم تاني وهقول تاني وتالت ورابع، لما بتيجي اكله من الزمن الجميل بتاعت امهاتنا مهما اطور فيها ومهما ابدع فيها مش هوصل للطعم بتاع الامهات، ده الطبيعي. حلو الكلام. حليب على النار، وتعالوا نحط الرز ده في كاسروله ازاز. تعالوا مع بعض نشوف الرز بتاعنا ازاي نعمله في الفرن. حلو قوي. هناخد الرز ده كده بعد ما نعناه في الحليب. الرز هنا حطيناه برام اهوت، وعندنا الحليب على النار بيغلي الحليب، ظبطنا الطعم مع سمنه بلدي. هناخد عشان اخلص منه ادخله الفرن استفيد بالوقت ده. ايه الاخبار؟ اهو لازم يا شيف مغازل نحط الحليب مغلي على الرز. ايوه الصراحه. وانتوا ممكن تعملوه احسن مني زي ما قلت، ولكن عشان اوفر على الوقت شويه لان الرز هنا مغسول ومنقوع في شويه حليب. واخد كده احط الحليب بتاعنا اهو، وادخل ده الفرن في درجه حراره 180. العيار قد ايه يا عم الشيف؟ بالشكل ده كده. بس الرز يعوم في الحليب كده. حلو. واهزه كده علشان كل الرز يبقى فيه عين في حليب وسمنه. واخد شويه السمنه دول الحلوين، السمنه دي بتجيبها حماتك وهي جايه تزورك، هي دي الحاجه اللي تملكها، ودي اغلى هديه. تخش عليك كده باتنين تلاته كيلو سمنه بلدي حلوين، تحطهم في الثلاجه وتقسمهم في اكياس على قد استخدامك وتبوسوا ايديها. هندخل البرام ده او الصينيه دي او الكاسروله دي في الفرن. ليه ما عملتهاش في فخار يا شيف؟ تعمدت تعملها هنا عشان الرز البرام مش لازم في طاجن فخار، ممكن يتعمل في صينيه ازاز، ولكن هو الافضل فخار عشان الصعيد المصري والريف المصري اللي بوجه له تحيه كبيره بيعملوه بفخار. هندخلها كده ونسيبها في الفرن. نبص عليها نظره الوداع. حلو تمام، خلصنا من الرز اللي خد مننا شويه غلبه كده. قشطه جايه لي هديه من المنوفيه والله العظيم، يعني في ست طيبه من المتابعين ليا والله العظيم كل وقت والتاني كده تبعت لي شويه فطير. شفتوا بقى الشيف شاطر ازاي؟ يا بختك، كل دلوقتي بيقول لك يا ريتني انا الشيف دلوقتي. سمنه بلدي، شويه فطير مشلتت. شفت السمنه؟ وقالت ما تقولش اسمي، يعني مش بتقول بتديني الحاجات دي عشان ان انا، لا لا خالص. هي بتحبني، بتحب ان انا اكل السمنه البلدي والفطير المشلتت من ايدي. القشطه والسمنه البلدي الزبده دي على وش الرز، دخلتها الفرن، قصدي يجي عند الفرن مش هيخش يعني. تبص الرز، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ نطلع الرز استوى. يلا. اللهم صل على النبي. طبعا السمنه ساحت والقشطه ساحت، مكانه هنا مكانه هنا. مكان القشطه معلم في الرز.